الفصل 222 اللي كيتعلق بالإفطار العلني في رمضان. هذا الموضوع هذا ممارسة شي حرية معينة لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يكون يعني مستفزا لحرية الآخرين ولحريتهم. دونك باش ما نزيد بخصوص الاعتقالات والطريقة ديال الاعتقال، وهل هناك مس طريقة الاعتقال تمت في واحد الظروف اللي هي إنسانية، اللي فيها واحد الإنسانة وفيها واحد الاحترام دقيق لكل المقتضيات القانونية اللي كتضبط هاد المساطير وهاد المسائل.